فزي ما اتفقنا موتور السنجل فيز اندكشن موجود عندك في كاس نظيف في البيت، بس في موتور سنجل فيز اخرى، حد عارف اشارها ايه؟ اليونيفرسال موتور، وسموه يونيفرسال عشان بيشتغل دي سي ودي سي. حد عارف اهم فرقين رئيسيين ما بين السنجل فيز من حيث الاستخدام من ما بين السنجل فيز واليونيفرسال؟ هما السنجل فيز اندكشن واليونيفرسال. اليونيفرسال كده كده بيشتغل سنجل فيز، بيشتغل سنجل فيز او دي سي. في فرقين رئيسيين، حد عارف؟ ماشي. اول فرق ايه؟ لا لا لا، اليونيفرسال هو بيشتغل دي سي او دي سي سبلاي، تمام؟ القصه كلها فين؟ في ان انا بقدر اخد سرعات من اليونيفرسال مش محكومه بالان اس، شبهه شبه السيريس موتور في الدي سي موتورز. درست دي سي موتورز ولا درستش؟ سنه ثالثه ما شاء الله عليكم يعني. فدي سي موتورز ايه الموتور اللي بيقدر يديك سرعات عاليه؟ تمام؟ في التطبيقات السيريس موتورز طبعا هو ليه تو بروبرتيز، بيديك تورك عالي ات لو سبيد وبيقدر يديك سرعات عاليه. اليونيفرسال مش محكوم بالان اس، محكوم بالسبلاي فريكوينسي. اما الاندكشن كعيله دائما محكومه بالان اس، تمام؟ اول حاجه نفس القصه في السينكرونس، كل دي عائلات محكومه، بس طبعا الفرق بين الاندكشن والسينكرونس، السينكرونس هي سرعه واحده فقط لا غير. الاندكشن بيكون بيلعب في ايه؟ في سمول ستيب، في ايه؟ في باند صغير كده بال 3 4 5%. طيب فاليونيفرسال موتور بقى يبقى عندك فين؟ ايه اهم الاحمال عندك في البيت اللي فيها موتور؟ ايه الحاجات اللي فيها سرعات عاليه؟ خلاط فعلا، تمام؟ المكنسه. الخلاط والمكنسه هم اهم حاجتين. بالنسبه بقى للناس الهواة الاعمال الحرفيه، الشنيور سنجل يونيفرسال موتور، تمام؟ كده كده سنجل، هو مش سنجل فيز. يونيفرسال موتور الساروك يونيفرسال موتور، تمام؟ طبعا في انواع حديثه ثمنها غالي قوي بتشتغل بنفس الموتور بتاع نفسها حديثة، بس ده بيبقى تلاقي ثمن الشنيور ولا ثمن الصاروخ خمس اضعاف الشنيور العادي او الصاروخ العادي. بيبقى طب ده ميزته في ايه؟ قلنا في فرقين رئيسيين من حيث الاستخدام. اول فرق في اليونيفرسال سرعته بتبقى عاليه. الفرق الثاني انه في براشز، في كوميونيتور سيجمنتس وفي براشز. هل السنجل فيز في اي براشز؟ لا. الاندكشن بشكل عام ما فيش فيه براشز الا لما نيجي نتكلم على الوند رود. طب هل السنجل فيز اندكشن موتور احنا بنستخدمه اذا وند رود تايب ولا سكويرل كيج تايب؟ سكويرل كيج. كلنا عارفين سكويرل اف سكويرل كيج والوند رود شفناه في المعمل في اول ايه؟ معمل في الكونستراكشن، تمام؟ طيب احنا جايين النهارده نتكلم على ايه؟ جايين نتكلم على شويه تيستات وبرفورمانس تيست. شويه تيستات زي اللي انت عملتها في الترانسفورمر السنه اللي فاتت، زي اللي عملتها معانا في الاندكشن. انا مش انا اللي جبت غالبا تيست تيستات الاندكشن، ما اعرفش. والبرفورمانس زي اللي عملته في اللودنج تيست. انت جيت في الاندكشن عملت معملين، الثري فيز اندكشن، عملت معمل اللي انت كنت بتجيب تيستات، وفي معمل اللي انت عملته على الموتور الكبير في المعمل الجامعه الاساسيه، وعملت معمل تاني ان انت جبت بيرفورمانس كاركترستكس، انت جبت دايناموميتر. هيسالنا ايه هو الدايناموميتر ده؟ ده معده بتقدر تديك فاليبل ميكانيكال لود، حمل ميكانيكي متغير. حمل ميكانيكي متغير، فقدرت اغير التورك فيه، مره احط تورك 0.1 نيوتن متر، 0.2 نيوتن متر، 0.3 نيوتن متر اند سو اون، تمام؟ لغايه لما اوصل ان التيار اللي مسحوب ما بيكسرش الريتد كارف، فبالتالي اكون انا محكوم بالريتد التور ان انا ما زدتش عنه عشان ما اعملش اوفر لودنج على الموتور وابوظه. وخدنا عند كل نقطه قياس زي ما هنشوف هنا في الكهرباء معانا. كنا بنقيس عند كل نقطه تور بنظبطه بالديناموميتر من اول اللو لود لغايه الريتد لود. هو الموتور الريتد لود بتاعه مش واحد هو حوالي 1.3 هينزل شويه. بنقيس التيار السبلاي كارنت، بنقيس الوات الوات ميتر، بنقيس الار بي ام، بنقيس البي اوت. البي اوت هنجيبها ازاي نجيب البي اوت؟ ايه؟ تور في الاومي بس الضغط مختلف، تمام؟ انا بيبقى معايا السبيد جاي لي بالتاكوميتر بوحدتها ايه؟ ار بي ام. المفروض ان انا اجيبها ايه؟ ريد بير سكند. ريد بير سكند ريديان بير سكند. فبضرب في 2 باي واقسم على ايه؟ 60. انت كنت المفروض ان انت خلاص بضرب في 2 باي واقسم على 60، تمام؟ عشان اقدر اجيب البي اوت. من البي اوت والبي ان اقدر اجيب الايه؟ الكفاءه، تمام؟ طب من الاي والفي اللي هي المفروض موجوده في المايه هنا الاستابيليتي فولتج تبقى 20 فولت هنثبت عليها. من الاي والفي والبي ان اقدر اجيب الايه؟ الباور فاكتور. يبقى انا بكسب الكلام ده، وبالتالي زي ما عملت في التجربه انا ما اعرفش تديك الثري فيز بيرفورمانس حتى معايا ولا حد تاني. تمام، يبقى انت ما سالتنيش هاري بوت، لان يا ريت تبلغوا بس الناس اللي خدوها معايا يعني لسه في واحد ولا اثنين اللي مسلمين الكود. بيرسم ايه؟ الفاريبل دي فيرسس اللودنج. يعني عند
مثلا لودينج 10% 20% 40% 50% بيبدا يرسم هاو الافشنسي فاليز هاو باور فاكتور فاليز. تمام سؤال هتقول له ايه اسوء باور فاكتور لاي موتور؟ هو ما لا في 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 النورمال اوبريشن مش ديورينج ترانزيت في النورمال اوبريشن ايه اسوء ستيدي ستيت باور فاكتور يسجل على الموتور لما يكون حاله التحميل ايه يا جماعه؟ ما كنتش محمل لما كنتش محمل اصلا عند ليه الدول؟ لا انه لو هنفترض ان في بعض منكم خد معايا العمل بتاع معمل السيركتس 2 المفترض اوقف الفيديو فالبعض ده يا فندم كنا بنيجي نساله سؤال كده الباور فاكتور بتاع الموتور بيفاري ازاي مع اللودنج فكنت انتوا تمام مع زياده اللود الباور فاكتور ايه بيزيد طب بيزيد ليه الباور فاكتور علاقه دي بتاع كيو طب هاو البي ان كيو فاريز وايل وي ار لودنج الموتور بانجليزي اللود انا بدي في الاول الكيو ليها قيمه نسبيه كبيره بتمثل نسبه كبيره من التوتال كيو اللي هيسحب على الموتور في اي اوبريتنج كونديشن تمام البي حاجه صغيره مع التحميل البي عماله بايه التحميل هيتحمل ميكانيكي البي عماله بايه كيو بتزيد بس مش بنفس القدر فبالتالي الباور فاكتور بيبدا بقيمه صغيره جدا تمام وايه ويزيد يزيد يزيد لغايه لما يوصل للريت باور فاكتور اللي ممكن يقارب من 0.75 0.85 كرينج للمواتير فانكشن في الريتنج بتاع الموتور بتاعك والتصنيع بتاعك تمام فانت متوقع ان الباور فاكتور بيزيد معاك متوقع ان الكفاءه بتاعتك بتزيد معاك او ساعات يبقى التصنيف ان عند تقريبا 80% من اللودنج الباور فاكتور الافشنسي تكون اعلى حاجه ليه الناس المصنعين بيراعوا حاجه زي كده لان بيقول لك مش كل يعني الطبيعي ان الناس بتعمل اوفر سايزنج في كل حاجه فالموتور اللي انت جايبه بريتنج اكس غالبا معظم الوقت مش هيتحمل اكتر من 0.7 0.8 اكس فعشان نعلي الانرجي افشنسي نعلي كفاءه استهلاك الطاقه خلي الاوبتيمال افشنسي تيجي عند من 70 ل 80% تقريبا عندنا ففي عندنا تيست هنعمله اللي هو البرفورمانس تيست وده ستيدي ستيت تيست يعني احنا بنوصل السطح بتاعنا عباره عن اندكشن مؤنس سنجل فيز اندكشن موتور بنوصله على السبلاي ونحط باور ميتر اللي هو بيقيس لنا كل المتغيرات الكهربيه عندنا الاي والبي والفي والتاكو والدايناميتر هنسجل بيه بنسيت فيه كل مره القيمه دي والان هنقيسها بالتاكو ميتر وهنبدا نحسب الايه؟ الحسابات بتاعتنا. طيب ده تيست من التيستات البرفورمانس. طيب في عندنا تيست تاني اللي هي كوفرنج في تيستات هنعملها في الرننج تيست او الكوفرنج تيست بس هروح للكوفرنج تيست. الكوفرنج تيست انت طول حياتك بتدرسها ليه؟ ترانسفورمر في ستري فيز اندكشن في السينكرونس في السنجل فيز في اي دايما تدرس ايه الكوفرنج عشان اعرف اعمل ماشين على الورق بالظبط عشان تقدر تعمل نمذجه رياضيه للحاجه اللي انت بتدرسها. فحالتنا الحاجه اللي احنا بندرسها دي النمذجه الرياضيه بتاعتها بتبقى الكتريك سيركل الترانسفورمر بنعمله نموذج من خلال شويه سيركل كومبوننتس. طب لما اعمله نموذج استفيد ايه؟ استفيد ان انا اقدر اتوقع البيهيفير بتاع الترانسفورمر ات سيرتين اوبريتنج كونديشن البيهيفير بتاع السيري فيز اندكشن موتور ات سيرتين اوبريتنج كونديشن الاوبريتنج كونديشن دي ممكن ما اكونش انا قادر ان انا احققها اعملها في الحقيقه. بمعنى اصح لو انا بتكلم على موتور مثلا 100 كيلو وات او مثلا 70 حصان تمام 80 حصان 200 حصان هل انا اقدر اجيب له اقدر اعمل له تيستنج لكل لود عندي اجيب له ميكانيكال لود بالقدره دي؟ ممكن ما يبقاش عندي الامكانيه دي بس اقدر بامكانيات ابسط اعمل ايه؟ اعمل شويه تيستات. هل احنا لو عملنا تيستات كنا بنجيب باور سورس يوازي الباور ريتنج بتاع المعده؟ لا. فبقدر ان انا اجيب بليمتد كيلو فولت امبير سورس سورس دي كي بي اي صغيره اقدر اعمل تيستات. التيستات دي تديني بارامترز اقدر ان انا ايه اعمل بيها موديل اتوقع البيهيفير بتاع المعده في سيت اوبريت كونديشن. بتفيدني في تاني احنا في شغل كتير من مجالات مهندسين كهرباء بنعمل باور ستادز دراسات قوه. بمعنى صح عندي مثلا مصنع اسمنت عندي مصنع حي صوت فبيكون في محركات بباور ريتنجز عاليه
فمش من المنطقي ان انا اجيب الموتور واحطه عندي في المنشاه. طبعا الراجل مش عارف السبلاي بتاعي الترانسفورم بتاعه الموديل بتاعه عامل ازاي، ولا الجريد بتاعي الفولتج دروب اللي بيحصل فيها قد ايه مع الوقت. فانا محتاج ان انا اعمل موديل كامل احط فيه موديل الترانسفورمر مع موديل الموتور مع موديل الترانسميشن سيستم مع كل ده في حته واحده، وادوس رن على السيميليتور يطلع لي شويه نتائج. يبقى انا محتاج اروح للسبلاير بتاع الترانسفورمر اقول له اديني كومبلت سيركت. ليه؟ عشان انا عايز اعمل فول سيستم موديل. انا مش عايز استدي ترانسفورمر لوحده، لا انا عايز استدي الترانسفورمر اللي هيغذي المصنع بتاعي مع المواتير الكبيره اللي هروح اكلم السبلاير بتاعتها اقول له كل سبلاير حط لي الموديل ده، هات لي الموديل ده واحط كل ده في موديل واحد وادوس رن على السيميليتور. فلما ادوس رن على السيميليتور يديني ايه؟ انت بتنام نوم غير طبيعي، ممكن تخش اغسل وشك بعد اذنك؟ لا خش اغسل وشك، اغسل وشك واقعد. لما تغسل وشك هتغسل ايه وتغسل وشك؟ ماشي تعالى انت عايش تحت امرك. على اليمين يمين في اليمين يا فندم اللي هو على الشمال. يبقى الهدف ده حلو، نفس القصه هنا عندنا. طيب احنا هنا التستات اللي احنا عملناها في الترانسفورمر كان ايه اهم التستات اللي احنا بنعملها؟ شورت سيركت تيست الترانسفورمر لود نو لود النو لود النو لود بفتح الدار تمام اللي هو الاوبن سيركت تيست. النو لود والاوبن سيركت تيست ليهم معنى في الترانسفورمر في المواتير معناهم بيختلف. تمام؟ لان النو لود في المواتير مش معناها بالضروره ان انت سايب الترانسفورمر اوبن في المواتير مش معناها ان الدنيا مش هتسمعها. طيب يبقى في عندي شورت سيركت تيست وفي عندي اوبن سيركت او نو لود تيست. طيب الشورت سيركت تيست عاده بيتم استخدامه عشان نحصل على ايه؟ معلومات عن ايه؟ عن السيريس امبيدنسز. ما انا هعمل ايكوفلنت سيركت، عباره عن ايه ايكوفلنت سيركت؟ شويه مقاومات وملفات صح؟ بنعمل الاتساد دي ليه؟ عشان نجيب شويه مقاومات وشويه ملفات. فالتست اللي عندنا اللي مختص ان هو يجيب لك معلومات عن السيريس اليمنتس بيكون عاده اللي هو ايه؟ الشورت سيركت تيست. يتغير اسمه في حاله المواتير يبقى اسمه ايه؟ لوك ذا روتور تيست. الروتور اللي متكلمش. والكلام ده يبقى منطقي قوي في حاله الثري فيز اندكشن. وكنا بنوقف الروتور بحاجه بنقشرها عشان الموتور ما يلفش، بس بنراعي ان احنا بنشتغل عند ريديوس فولتج. ليه؟ لو دخلت الفول فولتج والمكنه لوكت هيسحب تيار الستارتنج لفتره كبيره وممكن يحرق الملفات عندك. صح؟ هل في حاله السنجل فيز هنحتاج نكلمش الروتور برضه؟ لا هو اوتوماتيكلي زيرو ستارتنج تور بالظبط، فبالتالي مش هفرق له حاجه. تمام؟ انا بس هديله سبلاي بريديوس فاليو وافضل ازود السبلاي بحيث ان الكارنت ما يزيدش عن ريت الفاليو. تمام؟ واخد ايه؟ القياس بتاع اللي انا ايه؟ اي وفي وبي واشتغل حساباتي. طيب في تيست هنعمله قبل كده. يعني انت في الـ في الـ في اللوج روتر عندك لما ابلاي الفولتج ريديوس فولتج هيبقى لك الترم ده الاليمنتس هنا. طبعا انت المفروض عليك من المحاضره ممكن لما نتكلم عليها سريعا ان في حاجه اسمها بارسيتنج فيلد سنجل فيلد صح؟ السنجل فيز ايه البارسيتنج فيلد؟ ممكن نشوفها سريعا هنا عند الراجل اللي عامل البيت ده. في عندك اثنين وايندنج مين وايندنج واوكسيدري وايندنج مين واوكسيدري. والاوكسيدري على حسب نوع الاندكشن السنجل فيز في حاجات بتخش معايا في الستارتنج زي السبليت فيز وزي الكاباستور ستارت وفي حاجات بتكمل معايا. تمام؟ الانواع اللي قلتها عندك في البيت كلها كاباستور رن. موتور المروحه كاباستور رن، موتور الشفاط كاباستور رن. موتور الميه كاباستور رن.
موتور الغساله قديمه لان احنا كل جديد تقريبا بينه ماكس سينس موتور كاباستورن. فبيبقى الكاباستورن دول طول الوقت موجودين معايا. الكاباستور ستار او الستريت فيس ده بيخش معايا طول الوقت، ده بيخش حبه ويطلع تاني. حتى بيسموا الملف ده ايه؟ انترميتنت ديوتي. يعني انترميتنت بيخش حبه صغيرين ويطلع، ما يقدرش يشتغل طول الوقت. يعني الكباستور ستارت بيكون فيه مكثف هنا ايه موجود، الكباستور بقى فيه كباستور موجود، بس الكباستور ده الفرق يا اما بيكمل معاه طول الوقت مع الملف الاوكسيلري يا اما لا. حتى عارف المكثف ده ايه هدف منه؟ ماشي. هو الاوبتمايزيشن بتاع قيمه الكباستور بيدي لك هاي تو، انما احنا من الاساس تمام وضع الكباستور تمام، لان انا عايز اخلق فيز شيفت از ماتش زي كان ما بين المين والاوكسيلري كارنت تمام. في حل السبليت فيز انت بتراعي بقدر استطاعتك ان يكون في الار ال سيركت بتاعت المين وايندنج الباور فاكتور بتاعها مختلف عن الار ال سيركت بتاع الاوكسيلري وايند، بس بينتج عنها فيز شيفت مش كبير. الفيز شيفت ده مسؤول عن التورك كرييشن تمام. فوجود مكثف مسؤول عن انه ينشئ لي في الاساس فيز شيفت اكبر ما بين المين كارنت والاوكسيلري كارنت تمام. حطه عشان اعمل فيز شيفت. الاوبتمايزيشن بتاع السيليكشن بتاع قيمه المكثف هي بقى اللي تقدر تديني الهاير ستارتنج تورك، او تقدر تديني لور ستارتنج كارنت على حسب انا باوبتمايز فور ايه، ان انا عايز اوبتمايز فور لور ستارتنج كارنت ولا اوبتمايز فور هاي ستارتنج تورك. ودي على ليها معادلات هتوقع في المحاضره ممكن احضر عليها كود تقريبا حاجه زي كده. بص بقى دي حته بقى هو المفترض يا جماعه ان انا في النورمال ريت اوبريشن ان ده باصين فيه. يعني ايه باصين فيه؟ يعني هو المجال بيعلى 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 وينزل ينزل ينزل ويعكس اتجاهه ويعلى وينزل عمال بقى كده مش بيمشي. يعني اي حته هنا في التدريس دي درجه اروح ابص على المجال هلاقي قيمته بتطلع كده كساين ويف وتقوم نازله تعكس كده، ما بتمشيش مش بتروتين مش بتايه بتروتين. بس بص كده معايا اللقطه دي، لو انا عندي فيكتور بقول لحضرتك ان هو قيمته تبقى كده ثم 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 تعكس اتجاهها، ده اسمه كونسيتنج فيه، ده اللي بيحصل. طيب مش انا ممكن امثله ان هو اخد اي رقم واقول ان هو عباره عن تو فيكتورز، يعني هاخد الاقوى فيكتور ده واخد نصه بالظبط تمام، واقول ان الفيكتور الطويل ده اقدر امثله باثنين فيكتورز بيلفوا الاثنين بنص القيمه وفي لحظه معينه ده زائد ده المحصله ده. طب يا ميجي ده يديني هنا اوميجا دي قيمه معينه واوميجا دي قيمه معينه، بس ايه 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 اللي حصل معايا؟ ان انا عامل سيركل تمام؟ ماشي يا ماشي سيركل بالشكل ده. دايما مجموع المسقط عندي هيديني القيمه بتاعت البطيخ اللي فيه. فبالتالي قال طبعا انت خدت لها اثبات رياضي بحث في الايه؟ في المحاضره. معادلات وصلتك ان انا اقدر امثل البطيخ فيه باثنين روتيتنج فيه. عندكم معلومه انا بقول لك بشكل فيكتور اناليسيس بسيط، انت بتاخد فيكتور عمال طوله بيتغير سايسولي ينفع اعبر عنه تو روتيتنج فيكتورز، التو فيكتورز دول بتاخد المسقط بتاعهم عن مجموعه يساوي ايه؟ قيمه البطيخين. طب هم ليه عملوا القصه بتاعت الروتيتنج فيل دي؟ عشان يقدر ياخد موديل زي اللي احنا درسناه في الاندكشن في 3 فيز ويقدر يستخدمه، واللي هو بيقول معاه في الاخر يعني هو هنا الراجل حتى بيقول لك اهو ان انا اقدر يا ده رايح جاي هو رايح جاي انت بصيت هيدي لك اثنين روتيتنج بيلفوا اهو قال لك ده ينفع اعصرهم باثنين فيكتورز بيلفوا. تاني اهو
شايفين موضوع الفيديو سيرفر انت بسيبه من شويه The reason is as follows. The fluctuating is the دول هيساعدونا ان احنا نحط موديل احنا درسناه للمكن اللي فيه روتيتنج فيه اللي احنا خدناه في السيريز اندكشن بس هيبقى عندنا حتتين تمام جزئيتين ده اللي احنا بنشوفه عندنا طبعا في شويه تفاصيل هنا حلوين فبنقدر ناخد الموديل بتاعنا بس يكون في حاجه اسمها الفورورد وفي حاجه اسمها ايه الريفرس او الباك تمام لان انت في عندك في مجال بيلف مع وفي مجال بيلف عكس الاتجاه بس المجالين دول بنكتشف ان هي وانا ستاند ستيل محصله العزم على المحرك بكام بصفر طيب انا بعمل تيستات عشان اجيب البارامتر في تيست عندي اقول له شورت سيركل فاحط هنا باابلاي سمول اماونت اوف فولتج بحيث ان يمشي عندي هنا ريتم كارب واجيب الدايره دي وبانلايز يبقى انا بجيب الاكسات توتال اكس والتوتال ار اللي في الدايره عندي خلي بالك من حاجه الار 1 دي بجيبها ازاي؟ دي تيست دي تيست فخلاص احنا حفظنا ان دايما البرايمري وايندنج بنحط او الستر وايندنج بنحط دي دي سي فولتج سمول دي سي فولتج ونمشي تيار ونجيب الايه؟ في على اي نجيب الايه؟ الار عندنا بالتيست واقدر اجيب معلومات عن الار 2 عندنا فهذا الشكل طبعا الستيت في الاول بيبقى كام؟ البواعد فبالتالي هتلاقي الترمين دول راحوا تقريبا الار 2 داش عندنا طب الترمات الشرط دي بنقدر ان احنا نهمل تاثيرها عندنا زي ما اهملنا تاثيرها سواء في الترانسفورمر ديس او في السيريز ديس الباشر ممكن ديس وده اللي انت المفروض هتعمله في الايه؟ في ورق التجربه زي ما تشرح فيبقى في عندنا الدي سي تيست وفي عندنا اللوك روتو تيست او شورت سيركت تيست طب انا دلوقتي عندي كام ملف؟ انا عندي مين وعندي اوبزرفر صح؟ هعمل ال شورت سيركت تيست الناس اللي فاهمه على أي ملف فيهم؟ واحد منهم عارف ده ده اللوك ماشي ده اللوك ودي دايره داخله معانا في الاعتبار ودي شويه سيت اليس اللي احنا ايه؟ هنعمله على المين ولا الجزء ده؟ هنعمله على المين وهنعمله شيرنج ده ناخده ده طب هو انا مش بستيج مش بستضي ال 3 ستيت بيرفورمانس طب ال 3 ستيت بيرفورمانس لو انا شغال اسمه ايه ده؟ كاباستور ستار محتاج ان انا اعمل تيست على المين؟ لا هو المين بس الملف التاني بيكون موجود معايا صح؟ فانا تبع انا بعمل ايه ليه؟ هل انا بعمل تيستات عشان اقدر اموديل الترانسفورمر في الاستيسي اوبريشن لموتور كاباستور ستارت يبقى انا مش محتاج التيست التاني مش هعمل حاجه تمام هو وانا شغال عليه الملف ده اوبن سيت ما بيعملش اي حاجه ده الملف ده اوبن طب لو انا شغال على الموتور ران لا يبقى هنعمل التيست هنا وهنعمل التيست هنا طب لو انا شغال كاباستور ستارت بس محتاج ادرسه ديورنج الستارتنج عشان اشوف الستارت كوك عامل ازاي يبقى احتاج اعمل تيست على كده لان ساعتها هو السؤال هل الجزء ده من الدايره بيكون داخل معايا ديورنج البيريد اوف انترست انا بستدي لايه؟ بستدي للستيدي ستيت رانينج كونديشن لموتور كاباستور ستارت خلاص الاوكسجين مش معايا خرج من بدري السلام عليكم طب بستدي الستارتنج هيفير للكاباستور ستارت معايا الاثنين طب بستدي ستارتنج او رانينج بيهيفير للموتور اللي اسمه الموتور ران الكاباستور ران سنجل فيز هيخش معايا فدايما اسال نفسك هو انا باخد التيست ده ليه؟ لو التيست ده الملف الجزء بتاعه مش داخل معايا في الدايره يبقى ملوش معنى ان انا ايه اخده معايا في الاعتبار طبعا كده احنا قلنا الدي سي تيست وقلنا اللوك روتور تيست الستاند ستيل هنا بيجي على النو لود تيست النو لود تيست ادي الكوبلت سيت اللي عندنا بس احنا النو لود تقريبا بيبقى سرعتنا قريبه من ان اس فلما نعوض بالكلام دوت تلاقي ان في ترم عندك هنا بيتشال ده بيقول الى مدى نهايه تقريبا عندنا ودوت بيقول للبرانش ده يعني البرانش دوت اللي هو هنا
موجود معاك والبرانش ده هو اللي اخد معاك تمام. فبتبقى دايره ايه شويه شكلها ايه مش عاطفي مش زي اللي انت متعود عليها كده. بس هو في الاخر ده ليه ده الكوفلنت سيركت اللي انت وصلت له في المحاضره تمام. للرانينج كونديشن تمام للسنجل فيز كاباستور ستارت اندكشن مود. لو انا فوق من شويه عوضت الاس بكام؟ بواحد. لما عوضت الاس بواحد ظهر معايا الايه؟ الترمين دول الاساسيين اللي كانوا موجودين معايا لان عوضت هنا الاس بواحد والترمين دول تم اهمالهم. فده اللي ظهر معايا في الدايره. فبطبق معادله البي بتساوي بي اي كوساين فاي على الجزء اللي من الدايره فقط لا غير. كمان شويه غيرنا الاوبريتنج كونديشن بقينا اديله لود شغلنا الذاكره ومش حاطين اي كابل الامكانيك لود عليها. فايه اللي حصل عندنا؟ بقى اللي ظاهر معايا هو الجزء ده 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 ايه؟ داخل معانا تقريبا. طيب تقول لي ايه؟ ما اهملناش ده فوق واهملناه هنا؟ يعني اشمعنى الجزء اللي فوق ده مش فانكشن في الاس؟ ليه ده لا يتم اهماله بينما ده تم اهماله؟ عشان اللي فوق معاه هاي امبيدنس اللي تحت القيمه دي اقل بكتير من دي. فاهمال ده مش هيدي لك نتائج فيها نسبه خطا كبيره تمام. يعني فوق البرانش ده فرق معاه برانش ده البرانش ده كبير عشان الاس زيرو. فالترم ده تقريبا اوبن سيرفت الجزء ده اوبن سيرفت تاني تمام. بينما تحت هنا الترم ده بارلل معاه حاجه الفيزا ساعتها ايه؟ نسبيا اقل بكتير من ايه؟ من اكس نيو. فبالتالي هناخد البرانش ده مع ده لان احنا مضطرين نابروكسيميت عشان نقدر نوصل لايه؟ لقيم تقريبيه تساعدنا في ان انا اعمل موديل وطلع نتائج تمام. طيب ويبقى ده الشكل بتاعنا وبرضه هتاخد بي بتساوي بي اي كوساين فاي معاك. طب سؤال بقى انت هنا معاك الار 1 ولا مش معاك؟ مديش تيست. طيب معاك الار 2 داش ولا مش معاك؟ من التيست اللي فات على طول اهو. معاك؟ ما انت التيست اللي فات قدرت تجيب التوتال ار والتوتال ايه؟ اكس سيريز. التوتال ار معاك الار 1 جبت الايه؟ الار 2 داش. طيب هنا في التيست دوت هتقدر برضه تطلع ال اكس بتاعتك الاكس ميو. هتقدر تطلع الايه؟ الاكس ميو اللي هو الايه؟ الترم دوت عندنا او الترم ده اللي هو الاكس ميو اللي هو هتقدر تطلع انت معاك الاكس 1 والاكس 2 داش بمعلوميه الايه؟ التست اللي فات. طيب نيجي هنا لل يبقى انا هنا ثانيه واحده خلي بالك بس من حاجه الباور النولود تيست معايا الدي معايا الاي معايا النولود باور اللي انا قايسها. خلي بالك حضرتك ده ورقه الرول اللي معاك. في اي خطا هنا موجود؟ في اي حاجه عايز تعلق عليها؟ اتفقنا ده جاي من ايه؟ من الايكوفيلنت سيرت دي جاي من الترم ده موجود هنا عشان مش ظاهر معايا الا الار 1 وار 2 داش على 4، ار 2 داش ليه على 4 عشان الاس هنا ب 0 فالاثنين في 2 ب 4 يبقى ار 2 داش على 4. انما يكون هنا بي روتيشن زي دي زي الكور. فهنا المفروض المفروض يبص انا قصدي ان دي مش روتيشن لوحدها. دي روتيشنال زائد الكور وص. طيب في ستريكس اندكشن عرفنا نفصلهم عن بعض ولا ما عرفناش؟ عرفنا. هنا مش هقدر افصلهم عن بعض. بس ستيل الباور اسمها ايه؟ بي روتيشنال وبي كور ما هياش بي واحده. بس انا مش قادر افصلهم دي حاجه ثانيه. وتمشي معاك في المعادلات تطلع في الاخر الايه؟ الاكس ام. دايما النورو تيست اهم بارامتر بتطلعه فيه هي الايه؟ ال ال امبيدنس بتاع الكور سواء الميتشوال او الكور اندكتنس او ماجنتايزنج اندكتنس او الكور لوس. طبعا هنا الكور لوسس بلس الروتيشنال لوسس عندنا. ويبقى كده عندنا ده دول ستاك اللي هي ال البي سي تيست
الستاند ستيل ديسك اللي هو لوج روتور ديسك، وعندنا النو لود ديسك. المفترض ان الكلام ده يتعمل لمين ومين؟ منور زادك لا خلي بقى حضرتك، انا المفروض عندي موتورين، عندي موتور كاباستور ران تمام، ده الكاباستور ران. هتلاقي هنا في الكاباستور ران بنتكلم عن تستات الكاباستور، اسف الفوق كاباستور ستار، الفوق ده كاباستور ستار تمام، ده كاباستور ستار واللي تحت ده كاباستور ران. اللي احنا دايما بنتكلم فيه على مين واوكسيلري لازم هيتجاب، يعني انا في الكاباستور ستار ينفع لا ما اجيبش داتا عن الاوكسيلري في حاله ان انا ايه مش مهتم بالستارتنج بيهيفير، انا عايز اعرف سي سي بس. اما في حاله الكاباستور ران لا انا كده كده لازم اجيب الداتا للمين والاوكسيلري عندي، لازم يتجابوا الايه الاثنين مع بعض مش واحد. وده اللي احنا هنا ظاهر لنا ان يعني انت في الستاتيك ستيت كونديشن بتجيب للمين وبتجيب للاوكسيلري. طيب تلاحظ حاجه برضو، مفترض ان احنا هنا في الرانينج بيرفورمانس ده هيتم مره على كاباستور ستار، يعني هنا خد الكلمه دي حطها فوق كاباستور ستار، ويتم على الكاباستور ران. انت توقعاتك مين بيبقى ليه ستارتنج تورك اعلى، السبريت فيز ولا الكاباستور ستار ولا الكاباستور ران؟ كاباستور ستار. كاباستور ستار تمام، هو بيكون اوبتمايز فور هاي ستارتنج تورك. طب مين ليه اقل ستارتنج تورك؟ سبريت فيز. السبريت فيز دي اقل ستارتنج تورك موجوده عندنا. طبعا هو في انواع اخرى للسنجل فيز اندكشن زي الشيل بول سنجل فيز اندكشن موتور، ممكن تكون سؤال ده حاجه عندك حاضر هنا. طيب في عندنا تيست اخر هنبقى عايزين نعمله وما قلتهولكش في الاول، طبعا في هنا كومنتات لازم تكتبها، اهم كومنتات تكتبها تكتبها هنا، وده ممكن بيكون محل سؤال امتحان ال معرفش هما انتوا لحقتكم بيكون فيها امتحانات معمل شحن ولا مفيش؟ لا لا الكومنتات الكومنتات دي المهندس هو عباره عن كومنتات تمشي على الارض، اللي يجيب لي مهندس عن المهندس الملاحظات كله بيحل مساكن وكله بيسمع نظر وكله بين اللي بالتاني ف تقول الكفاءه زادت تتغير مع التحليل، الباور فاكتور زادت تتغير مع التحليل. انت متوقع في مدرسه مين يبقى ليه كفاءه احسن؟ كاباستور ستارت ولا كاباستور ران؟ كاباستور ران. قول لا ماليش دعوه، انت تقول في الجوت يعني. فكل دي اشياء كان باين عليك ان انت ايه؟ تاخدها باعتبار. طيب في عندنا حاجتين عايزين نقولهم. الحاجه الاولانيه إيه؟ لو انا قال لك من التست لو سمحت قول لي الستارتنج تورك كام بتاع الموتور ده؟ نعملها ازاي؟ احد الطرق احنا عارفين ان الستارتنج تورك اتقسم على ايه؟ البي سكوير تمام؟ فاحد الطرق ان احنا نقول لو انا معايا التورك الستارتنج عند فولتج اسمه في 1 وعايز اجيب التورك الستارتنج عند الفي ريتد، فاقدر اقول ان في واحد على تي ريتد بيساوي في واحد سكوير على تي ريتد سكوير. طب ايه ميزه ان انا اشتغل على فولت صغير للتيست ده؟ ان انا مش هشتغل على تيار كبير، ان انا مش هحتاج معده ميكانيكيه تكون بقدر ادجست فيها التور الستاتيك تور لقيمه كبيره تمام. يعني لو انت اشتغلت مثلا على ربع السبلاي فولتج فده معناه ان انت هتبقى الستاتيك توك 7% من الايه؟ من القيمه الحقيقيه. ليه؟ لان انت لو انت ده الربع 0.25 سكوير، فال 0.25 سكوير يعني 1 على 4 تكبير، يعني 1 على 16، 1 على 16 تقريبا هتديك حوالي 6 7%. حد فاهم انا بكتب ايه؟
انا بقول لحضرتك انا لو عايز اعين لموتور ما الستارت توب بكام، فاحد الحلول ان حضرتك بتجيب ميكانيكال لود بتقدر تادجست فيه قيمه الستاند ستيل تورك بتاعه، قيمه التورك وهو ستاند ستيل، وتوصل للريتد فولتج وتفضل تادجست الستاند ستيل تورك لغايه لما الموتور يلف معاك. بس خطوره حاجه زي كده ان انت التايم اللي هتاخده الموتور عمال بياخد ستارتنج كارنت مهول في التايم ده. طب ما نستفيد بخاصيه احنا فاهمينها من الايكوبلنت سيركت اناليسيس، الا وهي ان التورك بيتناسب مع الفولت تربيع، وناخد الخاصيه دي ونعمل الاختبار عند ريديوس فولتج وليكن ربع الفولت، وليكن ربع الفولت، فربع الفولت يبقى التورك اللي هيطلع لي اللي انا المفروض اجيب لود وادجست عليه بقى تورك قد ايه؟ يتناسب مع الفولت تربيع، فهقول 1 على 4 تربيع ب 1 على 16 يبقى تقريبا ينفع تجيب دايناموميكر تادجست فيه التورك بس على 1 على 16 يعني 5 6 7% من قيمه التورك الايه؟ الريت. تناقش اتفضل يا فندم. هو مش المفروض ان التورك ده يطلع تورك الفول لود؟ ليه؟ مش المفروض التورك اللي هيطلع لي هو تورك الفول لود عموما؟ لا، التورك ات اني بوينت، التورك ات اني ستيب دايما هتلاقي فانكشن في بي سكوير، دايما كده هتلاقي كده تعظيم سلام فوق كده في عندك في في البص في بي سكوير. مالناش دعوه بالمقام وبقيه انا اللي يهمني ان في جزء كده وانا بقى انلايز دايما انا عايز عندنا ستارت. هو كلامك صح ايه؟ ما ينفعش الناس توك عند سليب مع توك عند سليب تاني. تمام؟ لا انا في الحالتين بتكلم على الستاد سليب توك. المعادله فيها تيرم كونستنت مالناش دعوه بيه، موجود في البي سكوير. فانا بقول هستفيد من الخاصيه دي، هل التيرم كونستنت ده فانكشن في الفولتج؟ لا، انا طلعت الفولتج الباقي كله ثابت. يبقى اقول التوك اتسمع بي سكوير. عند اي نقطه؟ انا مهتم باي نقطه؟ بالستارتنج عشان اجيب اعرف الدور الموتور ده هيعرف يقوم ولا مش عارف يقوم. الحمد لله. واضح الفكره؟ طيب يبقى احنا كده هنفترض ان انت هتجرب على ثلاث مواتير تجرب الايه؟ القصه دي. بس ده لسه هنعمله عشان السيت اب بتاعك البيهيفير بتاعه مش مظبوط في القصه. هنبدا بالتستات السريعه الاول اللي تحت دي عندنا، وبعد كده نروح للتيست اللي فات اللي هو بتاع البرفورمانس ده. انتوا عملتوا واحد شبهه بالظبط بس بدل مع السيجي فيس عملناها على الايه؟ بدل مع السيجي فيس عملناها على السيجي فيس. هننزل مشوار ناخد ايات ولا ايات جاهزه؟ لا هناخد ايات، ناخد ايات. انا قصدي نشتغل هنا كل حاجه. لا فاهم. هننزل يرضيك الكلام ده؟ انا رؤيتي. يا جماعه لو انا بتكلم على كابستر ران او بتكلم على كابستر ستار بس وانا بقى انلايز البرفورمانس بتاعه يورينج الستارت، لازم هدخل في اعتباري الملفين بتوعنا صح؟ لما اكون بشغل ملف واحد دايما اللي بيجي لك من القياسات حاجه اسمها الار تو داش صح؟ دايما بيجي لك اسمها ايه؟ الار تو داش. طب انت دلوقتي عندك في حاجه في ما عندكش ملف واحد عندك ايه ملفين، مش بالضروره في السنجل فيز المين وايندنج يبقى ليه نفس عدد الملفات الايه؟ اوكسيدد وايندنج. فطالما الملفات ممكن تكون معكوسه او مختلفه عن بعضيها ده ممكن يبقى ازاي في اعتبارنا؟ احنا لما هنيجي هنعمل التيست ده هنعمل مره على المين ومره على الاوكسيدد وايندنج. اللي هيطلع لك الاوكسيدد وايندنج ما بيبقاش اسمها الار 2 داش، بيبقى اسمها ار 2 ايه؟ دبل داش. ار 2 دبل داش. المفترض ان نسب المقاومات دي لبعضينا بعضيها تمثل لك التيرنس ريشيو سكوير. المفترض ان نسب المقاومات دي لبعضيها تمثل لك الايه؟ التيرنس ريشيو سكوير. وممكن نعمل برضه تيست ظريف نجيب مين له التيرنس ريشيو. ازاي؟ ايه؟ ازاي دي؟ نجيب فيو من سيركت على ايه؟ يعني فيو من سيركت ممكن نجربه يعني ممكن نحط كده احنا قايس الفولت عملنا شبهه عملنا شبهه في اسمه ايه ده؟ في الوند روتر لما كنا فاكين بس انا هنا ما عنديش روتر على السكند، انا بتكلم ان انت من فروم البرايمري للايه؟ السكند. بس ده ممكن يتطلب ان احنا نشيل او نفصل دايره الايه؟
الروتر ونحط حاجه مكانها. يعني انا هشتغل كاني ترانسفورم، هو البرايمري المين والاوكسيلري وايندنج الاثنين موجودين مكانهم فين؟ في الستيب. على الستيب صح. فانا المفترض وفي ما بين الاكسبتد بتقفلوا مع بعضين، لو انا عملت ابلاي الفولتج هنا هشوفه ناحيه الثانيه كانه ترانسفورمر بقى كده خلاص بالظبط. بس هل هنقابل مشكله فيه ولا لا؟ هنشوفها تحت ايه، تبقى حاجه ظريفه ايه. بس احنا في الميثودولوجي اللي احنا بنستخدمها زي ما قلنا كده، ان انا بنسب الار عندنا الار كده في الار داش للتنسيش سكوير، الار داش ار 2 دبل داش على الار 2 داش بتساوي التنس ريشيو سكوير، او ده على ده بيساوي الجذر المقاطعين على بعض. ليه هتلاقي الكلام دوت؟ لما تيجي تعمل الريبورت بتاعك هتحتاج الايه؟ الترم الايه؟ بس انا كقياسات كل قياساتنا يا جماعه بناخدها منين؟ في حاله التستات في واي ودي، وبعد كده بتعمل شويه سيت انالس في واي وبي، وبعد كده شويه ايه؟ سيت انالس. خلي بالك المفروض تكون فاهم ان كل التستات اللي بنعملها دي بيكون فيها بعض الابروكسيميشن على مستوى ستيت اناليسيس، والكلام ده بيتم في اكتر من، مش في التجربه دي بس، في التجربه اللي قبل كده برضه كان بيتم. مش عيب ان احنا نعمل ابروكسيميشن، المشكله انك تعمل ابروكسيميشن وما تبقاش عارف تمام هل هو فاليد او لا وعملناه ليه. تمام يعني هي دي جمله سيمبل. حلو، لو انا قلت لك ما تشغلش بالك بان في حاجات مش هتعرف تقيسها، قول لي ايه البراكتيكال تمام ايكويشن اللي المفروض تكون محطوطه، او ايه انا اسف اكزاكت ايكويشن مفترض تعرف تعملها. لما اجي اقول لك ايه الترمات اللي هنشيلها ولا تخل بالنتائج الاجماليه للحسابات بتاعتنا ومش هنعرف نطلعها باي طريقه قياس اخرى، يعني في ترمات في المعادله تاثيرها ضعيف وما عنديش اختبارات اقدر اطلعها بيها، تقول لي اه الترم ده والترم ده والترم ده هقدر امشي، ودول نسب خطاهم دي المشكله، مش المشكله انك تعمل ابروكسيميشن. الهندسه جزء اساسي مبني انك تعرف تابروكسيميت، بس تعرف امتى تابروكسيميت وتابروكسيميت ازاي. المشكله بتبقى فين؟ الناس هو ده الشكل، لو قلت له في ابروكسيميشن هنا مش هقوله في غلط، في ابروكسيميشن هنا قوله لي مش عارف، مش بقول له هات لي الارقام، ما بقولوش هات لي الاكزاكت موديل اللي هو المفروض يكون موجود، لا بقول له قول لي التقريب هنا فين ما بيبقاش عارف. فدي بقى انت مفترض ترجع للمحاضره وتقعد تبص وتستنتج كل هذا الكلام الايه؟ الجميل. طبعا في برضه حاجه عارفين طبعا موضوع السنتريكال سويتش صح؟ ايه السنتريكال سويتش ده؟ هو بيفتح عند ار بي ام معين، بيفتح الدايره بعد ما بوصل لسرعه معينه صح؟ طيب في اي حاجه عندكم في البيت شغاله على مبدا السنتريكال فورسز؟ اللي هي بعد سويتش يعني ولا عامه؟ اي حاجه شغاله بالسنتريكال فورسز المبدا ولا اللي شغال بالسرمون يفصل على سرعه معينه؟ لا مبدا السنتريفيوجال فورس هو السويتش بيفصل لان عند سرعه معينه بيتكون فورس، الفورس دي بتطرد السويتش. انا بس عارف بشكل عام الايه الايه في الغساله بتوصل مرحله العصير العصر بتاعه الغساله بيدور الحله بسرعه عاليه جدا تمام عشان الميه بقوه السنتريفيوجال فورسز تتنطط بره الايه الهدوء، وطبعا الحله مخرمه فالميه هتطلع وتطلع في الايه؟ من جدار الحله وتتسحب من تحت، بقى بيكون في مخز كده بترمبه تشفط وترمي على السطح. انا بقول لك ان ده مبدا عام، مره نستخدمه في غساله، مره نستخدمه في ايه؟ في سويتش، مره نجيب بيه عيل صغير ونلففه كده تمام؟ فايه؟ يبقى هو بيلف طاير في الهواء. صح يا باشمهندس؟ ماشي؟ بعملها انا مع اولادي الصغيرين. هعملها مع بابا. النهارده والله النهارده هعملها مع اولاد اخوك؟ لا
صغير اصغر مع انه كان كبير فمعنديش ولا دخل انت كبير مع الفترة صغيرين يعني لا مع وايد صغير خلاص بس انت طيب هنا جماعه بس خلي بالكم حاجه شكل التور سبيد كير شكل التور سبيد كير لو انا معيش اي اوكسيدري داخله معايا مين وايد كل الناس ملاحظه ان انا هنا ان انا هنا بادي عند ايه زيرو ستارتنج طب انا هنا معايا الايه ستارتنج اوكسيدري وايندنج خلاص ده ايه داخل معايا كده طيب هنا الكباستور ستارت بيبقى فيه عندي كيرفين الكيرف دوت اللي لو انا كملت بيه اما لما بيجي السنتريتال سويتش يفصل بروح اكمل على ايه على كيرف تاني واضحه القصه دي ان انا في تو سبيد كاركترستكس شغال عليه ان انا في تو كوبلنت سيت شغال عليه واحده ديورنج الستارت دي بقى لو انا عايز اعملها اناليسيس في جزء هنا يبقى لازم اشتغل على الكوبلنت سيركتس متضمنه شقي الدايره عندي تلاحظ حاجه هنا يا جماعه الستارت توك هنا بزيرو لا طب شايف اتفقنا ان هو بيقول الستارت توك بزيرو عشان في هنا مكثف كباستور رقم موجود معايا الدايره دي مش مفصوله ليه بالكامل الناس تفكر من غير شرح منظر الكيف بالطريقه دي السحليه دي تديني اي بيهيفير مختلف عن الشكل ده ما ده جزء ستارتي وده جزء ستارتي لو انا بعمل التيست اللي احنا قلناه في المعمل اللي هو ده اللي هو الستارتنج توب تيست استني لو انا بعمل التيست ده هل فكر في السؤال ده يفرق معايا ان شكل الكيرف يبقى عامل كده الشكل ده او انه يبقى عامل كده وعايزين التوب ستارتنج مش شايف مش انا جاش ايه؟ فكر ده سنتريكال سويتش بيكون موجود هنا هتبص عليه لما ايه؟ هو صار حضرتك ات ذا ستارتنج بوينت ولا في البروسيس وعقبال ما يصير؟ ديورنج الستارت ديورنج الستارت انا بليت ايه في التست ده احنا قلنا شويه ان انا باباي فولتج تمام؟ واشوفه هيتحرك عن تورك بكام؟ وليكن هحط ربع الفولت هشوف هيزق ايه الموتور عن افضل بنزل السلايدر بتاع التوب بدا يزق خلاص يبقى ده فهل انه يبدا يزق ودي اول حته في الكيرف زي انه يبدا يزق هو الفرق الرئيسي يعني السلوب هنا نيجاتيف السلوب هنا بوزيتيف فكر فيها كده ايوه خلاص انت هو يبدا يدي زقه خلاص انا هسجل الموضوع فكر كده اللي هيحصل هل الموتور هو مش هيكمل هيدور وهيكمل مش هيكمل بدوران هو هيقف بس انا عارف ان هو اتحرك والله هيدور هيتهز هو تمام كده ماشي على حسب التيم دي حته مهمه عشان دي احتمال لعبنا تحت واحنا شغالين طبعا بقى جايب لك شويه احتمال من الكلام دوت دي اللي عايز اقولها لك بص يا فندم ده شكل الايه؟ الكيرف في الفورورد فلكس هو في وده دي الباكورد ايه في ده ايه الصوت ستاند ستيل عندي ده ايه طبعا لو احنا ايه قال لك كده لو انت في منافلة ولففته في اتجاه خلاص هيشبك معاك وايه ويكمل بقى عندك الايه الجزء ده انت ده الفورورد لوحده وده الباكورد لوحده لما تجمعهم على بعض الاثنين دول في الحته دي حصلتهم بصفر انما وزن انت تديله سنه كده خلاص بقى ده اعلى من ده في الحته دي فايه بقى ايه بيسموا يا جماعه الفرق ما بين حد عارف
لو انا عندي توب كده بتاع موتو التوب بتاع لوتو حد عارف الفرق ده بيسموه ايه؟ يعني ده اللوتو وده الموتو توب الفرق ده بيسموه ايه؟ بيسموه الاكسلريتد توب. والاكسلريتد توب هو اللي مسؤول انه يقول لك انت هتستارت في وقت قد ايه؟ يعني ايه هتستارت؟ هتوصل هنا في وقت قد ايه؟ والاكسلريتد توب ده ايه الجانب الاخر اللي بيحدد معايا في الستارتنج تايم؟ عارفين قانون الحركه سميشن فورس بيساوي ايه؟ طب لو انا بقى حطيت لك حاجه دورانيه سميشن التوب بيساوي جي في الاوميجا جي في الاوميجا او في الالفا اللي هو الانجلر اكسلريشن تمام؟ ادي الاكسلريشن هتوصل هنا في الاخر لزيرو. ايه التو بارامترز اللي في المعادله اللي بيحددوها شكل الكيرف ده ايه؟ التور اللي هو فرق ما بين الموتور واللود صح؟ وايه كمان؟ والجي والناشي. حد فاكر لما كان بياخد تجربه البرفورمانس بتاع او الديستان بتاع السليب كوندكشن في جزء كان بتاع ستارتنج ان احنا بنشغل الموتور بسوفت ستارتر وستارت ديلتا وكده. حد كان بياخد باله لما الموتور كان بيقف كان بياخد وقت كبير ولا صغير؟ عشان وقت كبير. وقت ايه؟ كبير. ده كان حاصل ليه؟ لان الابلاي توك ساعتها مفيش خلاص روتيتنج توك ما عندكش توك جاي من الموتور انت خط الموتور. انما اللي موجود معاه الستورد انرجي معتمده بالاساس على الجي والسرعه اللي انت كنت واقف عندها والفريكشن فورس اللي موجوده مع البيرنج مع الديلتا. فبياخد وقت طويل ان في جي عالي. كان في جزء عندنا تجربه بس ما خدتوش ان احنا في عندنا حاجه زي فلاي ويل حدافه تتحط على الموتور ومره نعمله ستارت وستوب ونشوف زمن الستارتنج وزمن الستوبنج ومره نشيل الحدافه ونستارت الموتور هو هو ونلاقي ان التايم قل بشكل ملحوظ كبير جدا حاجه ما بتكملش ثانيتين ثلاث اربع ثواني في التشغيل والايقاف بتوصل لايه؟ لحوالي 120 ثانيه عشان الموتور يستوب معانا يعني من اول ما نوقف الموتور بنفضل حاطين ايدينا على خدنا حوالي دقيقتين عشان الموتور يقف من تاثير الايه؟ الفلاي ويل اللي هي بتسمعها عندنا ايه؟ في الجي. هننزل نعمل ايه؟ هنشرح اجزاء التجربه تحت ان شاء الله وبعد كده هنتقسم لفريقين عمل الديسكات الاول اللي هي الديس ديسك والنورو ديسك عندنا للموتور السبليت فيس وهنعمل القياسات بتاعتها وبعد كده هنروح نعمل البرفورمانس ديسك عندنا.